بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. حلقات تبث في إذاعة القرآن الكريم. اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم. لقاء مع فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان. الدرس 125. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم إلى حلقة جديدة في برنامج اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم لشيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن تيمية رحمه الله. يشرح الكتاب في هذه الحلقات صاحب الفضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. في مطلع هذا اللقاء نرحب بشيخنا الكريم، حياكم الله شيخ صالح. حياكم الله وبارك فيكم. انتهى بنا حديث المؤلف رحمه الله عما ذكره عن الإمام أحمد والإمام الشافعي رحمهم الله في الخلاف في إيجار الدار لمن يتخذها لبيع الخمر أو يتخذها كنيسة أو بيعة. قال هذا الخلاف عندنا والتردد في الكراهة هو إذا لم يعقد الإجارة على المنفعة المحرمة، فأما إن أجره إياه لأجل بيع الخمر أو اتخاذها كنيسة أو بيعة لم يجز قولا واحدا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فقد كان الشيخ رحمه الله فيما سبق يتكلم عن مشاركة الكفار في أعيادهم بالهدية أو أكل طعامهم أو بتهنئتهم في أعيادهم، ثم استطرد إلى مسألة تأجير المكان لهم أو بيع المكان لهم، هل يجوز؟ وحاصل ما ذكره هنا أنه إن عقد على أنهم يريدون أو أنه يراد بالعقد فعل المحرمات فيها كبيع الخمر وغير ذلك من منكراتهم، فإن العقد باطل بالإجماع، لأنه إعانة على الباطل. أما إن عقد معهم لا بقصد أنهم يعملون فيها المحرمات ولم يستأجروها أو يشتروها لأجل ذلك، وإنما يكون العقد حاما، فإن المسألة فيها خلاف كما سبق على قولين: الكراهة، كراهة التنزيه أو كراهة التحريم، وأنها إلى كراهة التحريم أقرب. نعم. قال: وبه قال الشافعي وغيره، أي إذا عقدها على المحرم، كما لا يجوز أن يكري أمته أو عبده للفجور. نعم، إذا كان العقد لمنفعة محرمة، عقد الإجارة نعم أو عقد البيع لمنفعة محرمة يفعلها المشتري أو المستاجر، وكان العاقد معهم البايع أو المؤجر يعلم ذلك، فإن هذا لا يجوز، لأنه إعانة على الباطل. نعم. وقال أبو حنيفة: يجوز أن يؤجرها، أي الدار، لذلك. نعم، أكمل. وقال أبو بكر الرازي: لا فرق عند أبي حنيفة بين أن يشترط أن يبيع فيه الخمر وبين أن لا يشترط، لكنه يعلم أنه يبيع فيه الخمر، أن الإجارة تصح. نعم. وما أخذه بذلك أنه لا يستحق عليه بعقد الإجارة فعل هذه الأشياء وإن شرط، لأن له أن لا يبيع فيها الخمر ولا يتخذها كنيسة، وتستحق عليه الأجرة بالتسليم في المدة، فإذا لم يستحق عليه فعل هذه الأشياء كان ذكرها وترك ذكرها سواء، كما لو اكترى دارا لينام فيها أو يسكنها فإن الأجرة تستحق عليه وإن لم يفعل ذلك. وكذا يقول فيما إذا استأجر رجلا يحمل خمرا أو ميتة أو خنزيرا
أنه يصح، لأنه لا يتعين حمل الخمر، بل لو حمل عليه بدله عصيرا استحق الأجرة، فهذا التقييد عنده لغو، فهو بمنزلة الإجارة المطلقة، والمطلقة عنده جائزة وإن غلب على ظنه أن المستأجر يعصي فيها، كما يجوز بيع العصير لمن يتخذه خمرا. ثم إنه كره بيع السلاح في الفتنة، قال لأن السلاح معمول للقتال لا يصلح لغيره. أما أبو حنيفة رحمه الله فإنه يتوسع في هذه المسألة، سواء كان العقد لقصد فعل المحرم أو لم يكن، لأنه يقول إنه حتى وإن عقد عليها من أجل المحرم فإنه لا يتعين ذلك، لأن منافع المبيع أو المستأجر كثيرة، فلا يتعين أن أو لا يقتصر على فعل المحرم، بل هناك منافع كثيرة، وما دام فيه منافع كثيرة فإن البيع يصح والإجارة تصح، لأن للمستأجر وللمشتري أن يستغلها في المباح، وهي محتملة لذلك. أما الشيء الذي لا يحتمل إلا أنه يستعمل للمحرم فإنه لا يجوز عند أبي حنيفة، لأنه مثل بيع السلاح في الفتنة، فإن السلاح لا يشترى إلا للقتل وليس له منفعة غير القتل به. فأما إذا كانت العين تحتمل عدة منافع فإنه وإن شرط المنفعة المحرمة أو قصدها فإن هذا لا يضر بالعقد. هذه وجهة نظر أبي حنيفة على مقتضى ما ذكره الشيخ رحمه الله. نعم. قال: وعامة الفقهاء خالفوه في المقدمة الأولى، وقالوا ليس المقيد كالمطلق، بل المنفعة المعقود عليها هي المستحقة. نازعه الجمهور، نازعوا الإمام أبا حنيفة رحمه الله في قوله إنه لا يتعين استعمال العين في المحرم، بل هناك منافع كثيرة، فقالوا وإن كان هناك منافع كثيرة فإن العبرة بالمنصوص عليه في العقد والمقصود في العقد، وهذا قصد محرم فلا يصح العقد المبني على ذلك. نعم. قالوا: بل المنفعة المعقود عليها هي المستحقة، فتكون هي المقابلة بالعوض. نعم، هي المقصودة يعني، والثمن أو الأجرة جعل في مقابل تلك المنفعة المحرمة، فبناء على ذلك فالعقد لا يصح. نعم. قال: وهي منفعة محرمة، وإن جاز للمستأجر أن يقيم غيرها مقامها. نعم، لأن العبرة بالمقاصد، ولأن العبرة بالمقاصد المعقود عليها والتي أجري العقد عليها، فهو يحرم هذا العقد لأنه عقد على محرم، وإن كان يحتمل منافع مباحة، لأنهم لم يذكروا المباحة في العقد وإنما ذكروا المحرم. نعم. وألزموه ما لو اكترى دارا يتخذها مسجدا فإنه لا يستحق عليه فعل المعقود عليه لا يستحق عليه فعل المعقود عليه، ومع هذا فإنه أبطل هذه الإجارة بناء على أنه اقتضت فعل الصلاة وهي لا تستحق بعقد إجارة. نعم. أوردوا على الإمام أبي حنيفة رحمه الله في أنه لو اشترى دارا يريد أن يجعلها مسجدا ثم إنه أجرها، فإن أبا حنيفة لا يجيز هذا التأجير، نظرا لأن الدار عقد عليها لتكون مسجدا فلا يحولها إلى تأجير. فمثل هذا إذا عقد على العين يريد المنفعة المحرمة ثم استعملها في مباح فإن هذا لا يسوغ العقد. نعم. ونزعه أصحابنا وكثير من الفقهاء في المقدمة الثانية، وقالوا إذا غلب على ظنه أن المستأجر ينتفع بها في محرم حرمت الإجارة له، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لعن عاصر الخمر ومعتصرها
والعاصر إنما يعصر عصيرا، لكن إذا رأى أن المعتصر يريد أن يتخذه خمرا وعصره استحق اللعنة. نعم، ونازعوه في المقدمة الثانية أيضا، وهي أنه إذا غلب على ظنه أن العاقد يريد المنفعة المحرمة ولو لم تكن منصوصة في العقد فإن ذلك يحرم، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم لعن عاصر الخمر ومعتصرها. العاصر هذا عامل، وأما المعتصر فهو آثم، لأنه يريدها خمرا، وكذلك حاملها والمحمولة إليه ملعون حاملها، مع أنه لا يشربها وإنما حملها بالأجرة، أجر في منفعة محرمة. أي نعم، حملها بالأجرة، ومع ذلك نص الحديث على لعنه، فدل على أنه إذا غلب على الظن أو علم أن العاقد يستعمل هذه المادة للحرام فإنه يحرم العقد بنص هذا الحديث، لأنه لعن من أعان على المحرم ولو كان أجيرا فقط. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وهذا أصل مقرر في غير هذا الموضوع. نعم، لكن معاصي الذمي قسمان، أحدهما ما اقتضى عقد الذمة إقراره عليها، والثاني ما اقتضى عقد الذمة منعه منها أو من إظهارها. فأما القسم الثاني فلا ريب أنه لا يجوز على أصلنا أن يؤاجر أو يبايع إذا غلب على الظن أن يفعل ذلك، كالمسلم أولى. نعم، فيه فرق بين الكافر غير الذمي والكافر الذمي، فإن الكافر غير الذمي لا يقر على دينه على المعاصي، وأما الذمي فإذا كان العقد عقد الذمة يقتضي إقراره على ما هو عليه بشرط أن لا يظهره، فإن المسلم لا يجوز له أن يبيع أو يؤجر عليه ما يستعمله فيما أقر عليه، لأن هذا من التعاون على المعصية. نعم. وأما القسم الأول فعلى ما قاله ابن أبي موسى يكره ولا يحرم، لأن قد أقررناه على ذلك، لكن هو على كلا الحالين مكروه، إما كراهة التحريم إذا علمنا أنه سيستعمله في المنكر ولو أقر عليه، أو كراهة التنزيه أو كراهة تنزيه لأننا أقررناه على هذا الشيء، فيجوز أن يباع ما يستعين به على ذلك الشيء الذي أقررناه عليه. نعم. وإعانته على سكن هذه الدار كإعانته على سكن دار الإسلام، فلو كان هذا من الإعانة المحرمة لما جاز إقرارهم بالجزية. نعم، كما يجوز إقراره في دار الإسلام بموجب العهد وموجب الذمة، فكذلك إقراره على فعل ما يستعمله في دينه ويستبيحه في دينه، فإذا أقررناه على هذا جاز أن يباع عليه وأن يؤجر ما يستعمله في هذا الذي أقر عليه، وإن كان هذا يكره كراهة تنزيه. نعم، وإنما كره ذلك لأنه إعانة من غير مصلحة لإمكان بيعها من مسلم، بخلاف الإقرار بالجزية فإنه جاز لأجل المصلحة. نعم، في فرق بين إقراره بالجزية، إقراره على ما هو عليه بشرط دفع الجزية، وبين فعله المحرم حتى وين أقر عليه، لأن إقراره بالجزية هذا فيه مصلحة للمسلمين، وذلك بإذلال الكافر وحصول الجزية التي يستعين بها المسلمون، بخلاف فعله للمعاصي التي وإن أقر عليها فإنها مفسدة لا مصلحة فيها. نعم.
وعلى ما قاله القاضي لا يجوز، لأنه إعانة على ما يستعين به على المعصية من غير مصلحة تقابل هذه المفسدة. على ما قال القاضي من الحنابلة أن كلا الأمرين لا يجوز، لا إن كان معقودا على نفس المنفعة المحرمة أو لم يكن معقودا عليها بالنص، فعلى كلا الأمرين إذا علم أنه يستعملها في المحرم فلا يجوز التعاقد معه على ذلك، لأنه من الإعانة على المحرم. نعم. قال: بخلاف إسكانهم دار الإسلام فإن فيه من المصالح ما هو مذكور في فوائد إقرارهم بالجزية. أي نعم، إقرارهم في دار الإسلام على ما هم عليه من دينهم فيه مصالح للإسلام، وذلك لأجل ضبط الكفار ألا يؤذوا المسلمين أو يقاتلوهم، ومن أجل إتاحة الفرصة للكفار أن يسلموا ويتأملوا في الإسلام، ومن أجل أيضا مصلحة إذلالهم ورفعة الإسلام عليهم، فهذه كلها مصالح في عقد الذمة وعقد الجزية على الكفار، ليست في البيع والشراء منهم أو عليهم من المواد التي يستعينون بها على محرمهم. نعم. ومما يشبه ذلك أنه قد اختلف قول أحمد إذا ابتاع الذمي أرض عشر من مسلم على روايتين منع من ذلك في إحداهما، قال: لأنه لا زكاة على الذمي وفيه إبطال العشر وهذا ضرر على المسلمين. قال: وكذلك لا يمكنون من استئجار أرض العشر لهذه العلة. نعم، وكذلك الذمي لو اشترى أرض عشر من مسلم فإن هذا لا يجوز، لأنه حيلة إلى إسقاط، لأن هذا حيلة إلى إسقاط الزكاة، لأن الزكاة لا تؤخذ من ذمي. فإذا باعها، إذا اشتراها من المسلم، اشتراها الذمي أرض الخراج، اشتراها الذمي من المسلم، فإن الذمي لا تؤخذ منه الزكاة، فهذا يكون تعطيلا للزكاة. نعم، فلا يصح العقد. نعم. وقال في الرواية الأخرى: لا بأس أن يشتري الذمي أرض العشر من مسلم. نعم، لأن العشر الذي سيؤخذ منه يغني عن الزكاة. نعم. واختلف قوله إذا جاز ذلك فيما على الذمي فيما تخرج هذه الأرض على روايتين، قال: نعم، في إحداهما لا عشر عليه ولا شيء سوى الجزية. نعم. وقال في الرواية الأخرى: عليه فيما يخرج من هذه الأرض الخمس ضعف ما كان على المسلم. نعم، لأن المسلم عليه نصف العشر يعني زكاة، فيضاعف هذا على الذمي فيكون الخمس. نعم. ومن أصحابنا من حكى رواية أنهم ينهون عن شرائها، فإن اشتروها أضعف عليهم العشر. ينهى أهل الذمة عن شراء الأرض العشرية من المسلمين، لأن هذا يعطل الزكاة، لأن هذا يعطل الزكاة فيها، فعلى هذا القول لا يجوز أن تباع لهم. نعم. وفي كلام أحمد ما يدل على هذا، فإذا كان قد اختلف قوله في جواز تمليكهم عامر الأرض العشرية لما فيه من رفع العشر، فالمفسدة الدينية الحاصلة بكفرهم وفسقهم في دار كانت للمسلمين يعبد الله فيها ويطاع أعظم من منع العشر. هذا كله الكلام، هذا كله تنظير لمسألة بيع الدار لمن يستعملها في المعاصي أو تأجيرها، سبق الخلاف في هذا، ونظر الشيخ بمسألة الأرض الخراجية، هل يجوز بيعها على أهل الذمة أو لا يجوز، لأنها إذا بيعت عليهم تعطل فيها الزكاة، تعطلت فيها الزكاة التي تؤخذ من المسلمين، لأن الكفار لا زكاة عليهم حتى يسلموا. نعم. ولهذا تردد هل يرفع الضرر بمنع التملك بالكلية؟ ولهذا تردد هل يرفع الضرر بمنع التملك بالكلية؟ تملك الكفار لأرض المسلمين بالكلية، لأنه يعطل ما يجب على المسلم. نعم. إذ مع تجويز البيع
إما أن يعطل حق المسلمين أو تؤخذ الزكاة من الكفار، وكلاهما غير ممكن. نعم. فكان منع التملك أسهل، كما منعناه من تملك العبد المسلم والمصحف لما فيه من تمكين عدو الله من أولياء الله وكلام الله. نعم. وكذلك نمنعهم على ظاهر المذهب من شراء السبي الذي جرى عليه سهام المسلمين، كما شرط عليهم عمر بن الخطاب رضي الله عنه. نعم، هذا يطرد في جميع بيع اختصاصات المسلمين على الكفار، هل يجوز هذا أو لا يجوز؟ لا يجوز نظرا لتعطل المصالح الشرعية فيها التي كانت تؤخذ من المسلم ولا تؤخذ من الكافر، كالزكاة مثلا. والجواز نظرا لأن هذا نظير إقرارهم سكن دار الإسلام، في سكن دار الإسلام، فإذا جاز إقرارهم على سكن دار الإسلام فكذلك البيع عليهم من هذه الأمور. نعم. أو يرفع الضرر بإبقاء حق الأرض عليه، كما يؤخذ ممن اتجر في أرض المسلمين منهم ضعف ما يؤخذ من المسلمين من الزكاة. هذه وجهة نظر السابق اللي قال يكون عليه الخمس بدلا من الزكاة، لأن الزكاة ربع العشر، فإذا ضعفت عليه صارت الخمس. نعم. ويتخرج أنه لا يؤخذ منه إلا عشر واحد كالمسألة الآتية، وهذا في العشرية التي ليست خراجية. نعم. فأما الخراجية فقالوا ليس لذمي أن يبتاع أرضا فتحها المسلمون عنوة، وإذا جوزنا بيع أرض العنوة كان حكم الذمي في ابتياعها كحكمه في ابتياع أرض العشر المحض، إذ جميع الأرض عشرية عندنا وعند الجمهور، بمعنى أن العشر يجب فيما أخرجت. نعم. وكذلك الأرض الموات من أرض الإسلام التي ليست خراجية، هل للذمي أن يتملكها بالإحياء؟ قال طائفة من العلماء ليس له ذلك، وهو قول الشافعي وابن حامد، وهذا قياس إحدى الروايتين عن أحمد في منعه ابتياعها، فإنها إذا لم يجوز تملكها بالابتياع فبالإحياء أولى. لكن نعم. فضل. نعم، بيع الكافر الأرض التي بأيدي المسلمين وامتلاك المسلمين فيه ما فيه من الإشكال، كما أنه لو أحيا أرضا مواتا من أرض المسلمين، النبي صلى الله عليه وسلم قال من أحيا أرضا ميتة فهي له، فالأرض تملك بالإحياء، فهل يمكن الكافر من إحياء الموات في بلاد المسلمين؟ فإن قيل نعم قيل إذن يجوز بيع الأرض الخراجية أو العشرية عليه، وإن قيل بالمنع قيل أيضا هذا يمنع لأن فيه تمكينا للكافر من بلاد الإسلام. نعم. قال لكن قد يفرق بينهما بأن المبتاعة أرض عامرة ففيه ضرر محقق، بخلاف إحياء الميتة أو الميتة فإنه لا يقطع حقا. نعم، هذا وجه من المنع أو التفريق بين إحياء الموات وبين الابتياع، فالابتياع يقطع حق أحد، وأما إحياء الموات فإنه لا يقطع حق أحد فيها لأنها لم يسبق عليها تملك أو انتفاع لأحد. نعم. والمنصوص عن أحمد وعليه الجمهور من أصحابه أنه يملكها بالإحياء، وهو قول أبي حنيفة، لعله للعموم، لعموم من أحيا أرضا ميتة فهي له. نعم. واختلف فيه عن مالك، يعني اختلف النقل عن مالك في هذه المسألة، تملك بالإحياء، هل يملك بالإحياء، هل الكافر يملك بالإحياء في بلاد المسلمين أو لا يملك. نعم. أحسن الله إليكم شيخنا وجزاكم خيرا. أيها المستمعون الكرام، إلى هنا نأتي إلى نهاية هذه الحلقة من اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم مع صاحب الفضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان. شكر الله لشيخنا ما تكرم به من الشرح والبيان، وشكر لكم حسن استماعكم، ونفعنا وإياكم بما نقول ونسمع. هذه في الختام تحية مهندس الصوت زميلي عبد الله السلولي، حتى نلقاكم في الحلقة القادمة إن شاء الله، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.